إجرائيا شنو اللي صار مع الأستاذ سمير ديلو، هو عضو في هيئة الدفاع. صباح الخير سي سمير. أهلا وسهلا، صباح النور ليك وسي مختار وجميع مستمعاتكم. شكرا ليك، شكرا على قبولك دعوتنا الصباحية. خلينا نفهموا إجرائيا سمير ديلو شنو اللي صار في هذه القضية، خاطر فما عديد التساؤلات. علاش زوز أشخاص من دون المجموعة الكل؟ شنو اليوم في أي طور احنا من القضية؟ دون الخوض في التفاصيل، تعرف البارح القضاء ذكر بعدم التداول في القضية إعلاميا. سي واضح هو اللي صار، كان على المحكمة البارح باش المحكمة يعني دائرة الاتهام اللي هي المحكمة باش تنظر في ثلاثة حوايج. أولا استئناف النيابة العمومية القرار قاضي التحقيق الإفراج على شيء معيسة، تعرفوا أن قاضي التحقيق قرر الإفراج على شيء معيسة والنيابة استئنفت والاستئناف وقف التنفيذ وبالتالي ما تسيبتش. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، مطالب الإفراج اللي قدمناها كهيئة دفاع في حق بقية الموقوفين يعني عيسى مزوهر عبد الحميد وغازي والبقية. والحاجة الثالثة هي طعن في رفض قاضي التحقيق التراجع الرجوع في قراره بمنع التداول الإعلامي في قضية ما يسمى بالمؤامرة. المحكمة نظرت في الأمة الكل في خصوص النقطة الأولى، قررت المصادقة على قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن الشيء معيسة وذلك على الشيء معيسة تسيبت البارح. في خصوص مطالب الإفراج في تفصيل صغير الحقيقة، لأنه حتى اللي خرج ماهوش دقيق، هي مش قررت الإفراج عن نزار العكرمي وإنما قررت إبطال بطاقة الإيداع الصادرة في حق نزار العكرمي، لأنه نزار العكرمي وأنا وضعته طريفة جدا. هو بقى أشهر موقوف وقاضي التحقيق ما يعرفش قاضي التحقيق نتاعه وما شافوش، لأنه وقفه قاضي التحقيق 12 ومن بعد تخلى على القضية قاضي التحقيق 36، فاللي ما بعد أشهر طويلة باش نحن طلبنا بناء على طلب الحقيقة من سي الأزهر مشينا حق التحقيق قلنا له عيط له الشخص اللي أنت حاطه في الحبس ما يعرفكش، فعيط له سمع، ولكن هنا صار إشكال لأنه هو قرر إبقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع اللي صادر عن تحقيق 12. كي جينا نثبت نلقاو اصلا التهم مش هي نفسها، التهم اللي في القضيه الكبيره اكثر شويه التهم اللي توجهت للازهر، فعباره معناها قضيه جديده. كان المفروض انه مش قاضي تحقيق يتخلل زميله وقاضي تحقيق اخر يعطي الملف للنيابه والنيابه تاخذ قرار جديد في فتح بحث ضده ويصدر ضده بتقديد القاضي الجديد. هذا ما تمش، هذاك علاش المحكمه اصدرت قررت معناها ابطال الإيداع وتسيب في الأزهر. في خصوص النقطة الثالثة، كما تفضلت سيادتك مريم، دايرة أيدت قرار قاضي التحقيق 36 في خصوص منع التداول الإعلامي. بخصوص بقية الموقوفين، بخصوص رجل الأعمال كمال طيف المحامي نتاعو نحن من نبوش، المحامي نتاعو قدم له مطلب إفراج تم رفضه، وثم رجل أعمال معنا مختص في تجارة السيارات أجلت النظر في المطلب نتاعو إلى جلسة 20 جويلية 23. يعني فما إمكانية يوم 20 جويلية يتم إطلاق سراح بقية الموقوفين؟ لا، الموقوفين نتاعنا نحن لا، الشخص هذا فقط. تحكي على الشخص؟ لا، بالنسبة للمناوبين تعرف ما بين مطلب إفراج ومطلب إفراج يزم يمر شهر. شهر 30 يوم. نجم العودة نقدموا مطلب إفراج في غضون شهر. فيما يخص القضية المعنية بها شيماء عيسى، يعني أغلق الملف؟ لا، وهي لا، قالت شيماء عيسى البارح في كلمتها للإعلام قالت أن الملف ما تسكرش وإنما هي بقات في حالة صراح والملف متواصل، ودليل ذلك أنه ثم شخصية وسياسية أخرى مش يتم سماحها اليوم قدام الفرقة سي محمد حامدي، مش يتم سماعه أمام الفرقة اللي سمعت منوبينا اللي هي فرقة بوشوش. تعرفوا السبب على خاطر قعدنا نحكي وأنا مختار منذ قليل على السبب اللي تم يعني استدعاء سيد محمد الحامدي؟ لا، واضح سبب لنا، وممكن لأن تأخر تنفيذ الإنابة اللي أصدرها قبل تحقيق 36 تأخرت ممكن شهر ونص ولا ثلاثة، هذاك علاش الناس نسيت. ولكن سي محمد حامدي كان بين الشخصيات اللي قاضي التحقيق عمل إنابة وطلب من الفرقة باش تسمعهم، فيهم شخصيات معروفة، فيهم محافظ بنك مركزي سابق، فيهم وزير دفاع سابق، فيهم شخصيات سياسية، فيهم ناس معروفة.
من بينهم سي محمد الحامي. كان تسمح سي سمير قبل ما نشكرك سؤال من مختار. صباح النور أستاذ سمير جيلو. هو ذكرت بعض الشيء أنت على القرار البارح متاع دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس أنها رفضت الاستئناف النيابة العمومية بخصوص شيمة عيسى، وهكا تم إطلاق سراحة ولكن ما زالت الملف محلول. لكن بالنسبة للأستاذ محمد الأزهر العكرمي ذكرت منذ حين حاجة عبثية، هو أول شيء قعد قرابة 5 أو 6 شهور سمعنا أنه ما تمش الاستماع ليه، يعني موجود غادي ما يعرفش شنو اللي فما، ولكن في النهاية تقول أنه تم إبطال يعني أصل الإيداع، بطاقة الإيداع في الأزهر العكرمي. هل هذا يعني أنه تم إغلاق الملف للأزهر العكرمي، وماذا سيترتب على هذا القرار؟ سي سمير. لا، هو إجرائيا لا ما سكرش الملف بالنسبة لي، يبقى قضية تحقيق متعهد، ولكن يبقى الأزهر العكرمي في حال صراح لأنه بطاقة الإيداع اللي صدرت ضده باطلة. ولكن سؤالك ما يخلوش من وجهة، لأنه واقعيا اللي قلت سيادتك كانت حاضر معنا في بدون ما ندخل في التفاصيل تبعها كما قالت لي مريم، اللي قلت سيادتك نحن قلناه في الوقت اللي حضرنا مع سي الأزهر قدام قاضي التحقيق 33، قلنا له انت متعهد موجب شنو؟ لانه قاضي التحقيق ما عندوش حق عهد زميله، اللي عهد قاضي التحقيق هي النيابه، وبالتالي كلامك صحيح. ولكن بون اذا كان مش نحكيو فيه في الاذاعه المستمعين والسماعات مش يفهمونا برشا، ولكن كلامك صحيح ووجيه وكأنه قالوا محامي فقط باش نضيف لك اسمح لي مريم بالمرصاد استاذ ديلو موصيتنا ونعرف اللي سي سمير متفاهم والناس كل يفهموا معناتها شنو اللي قلت. ثم بقول تفاصيل شويه دقيقه، ولكن باش نضيف لك اسمح لي في جمله. تفضل تفضل سي سمير. تفضل مختار. تفضل. قال انه عبث بالفعل معناها المثال تاع الازهر العكرمي عبث كبير ياسر، ولكن هو ديما ياخذ بالضحكه وقت نزوروا سي الازهر البيرو، وقت نزوروا منوبين البيرو اللي في الازهر معناها ضحك تسمع من الشارع، وجزء منه ينكسر القضيه نتاعو، ولكن عبث ديما اللي وقفوه راهو تعرف سي مختار او سي الازهر خلاوه اكثر واحد محتفظ ب 15 يوم في فرقه بوشوشه، علما انه الفرقه هذه ما عندهاش حق تسمعه اصلا، معناها قاعد غادي موقوف وكهو، لأنه هو محامي يسمع كان قاضي التحقيق، كان المفروض يتحال من دول حاكم تحقيق يا إما يبعثوا للمرنقية ولا يبعثوا لداره، ولكن هذا ما صارش، بقى 15 يوم كان به في بوشوشة يبات ويرقد وكهو، وهذايا الحقيقة احنا فهمنا منه أنه ربما ثم شكون كان متقلق ياسر من سي الأزهر وحب ينكل به. يمكن يعني أكثر هذا من حاجة أخرى يعني. une sorte de règlement de compte معناتها. والله انا ما نحبش نقول هكا لانه في مستوى اجهزه الدوله وفي مستوى قرارات قضائيه وكذا ماذا بيا ما نصدقش اللي هذا موجود، لانه بائس البلادي ما نحبش نصدق هذا، ولكن نحكم على المآلات على نتيجه هذا اللي صار. معناها لو شفتوا كيفاش وضعيته الجسديه وقت جاء قدام قاضي التحقيق 12 ما خلناش اصلا ترافعوا، قالوا سيد رئيس راهو نعرف الكراهيات اللي عليك وكذا، بربي ابعثني للمرنقيه والدنيا مازالت ضاويه مش لازم نوحد. هو خلينا استاذ ديلو على اطراف الحكايه هذه، هو الاستاذ العكرمي انا قاعد نشوف فيه البارح لما تم اطلاق سراحه بالدعابه والنكته نتاعو، يعني تسال مباشره هو اشو مازال خارج، قالوا له باش تتقدم الانتخابات 2024، ايش قال الجواب نتاعو؟ قال بالشويخ نبدل المريول، لانه المريول نتاعو معناها اي هذا الجواب. بعد ما نبدل المريول مختار تعرف علاش السؤال، لانه هو وقت اللي يسمع فيه قاضي التحقيق الاول ما ثم تقريبا 1% ولا اقل من 1% في القضيه، الاخر كله يحكي له على لبنان ويحكي له على المقاومه ويحكي له على الامبرياليه ويحكي له على تاريخه النضالي، وفي الاخر قالوا بين قوسين سيد الرئيس بعد اللي نخرج من الايقاف انا قاعد نخمم باش نترشح انتخابات 2024، علاش في الدعابه هذاك علاش. شكرا لك، شكرا لك استاذ سمير ديلو على هذه المداخله وعلى هذه التوضيحات. فاصل وراجعين. Publicité. Hiwarat.